لا راجل يا حسن، كلمتك سيف بجد، وانا كمان عندي وعدي. ده شيك ب40 مليون جنيه، وبارك الله فيما رزق. بس انا ليا شرط. امرني يا امر. انا اتنزلت لك عن الشركه، لكن مش عايز اتنزل عن اسم الشركه. لا، كله الذي انا ممكن اقبل اي حاجه في الدنيا الا ان اسم الشركه يتغير. الشركه هتفضل باسمها. عاجبك ولا عندك كلام تاني؟ وجيه بيه، هتمضي هنا مع موظف الشهر العقاري؟ العقد فيه شرط جزائي عليكم انتوا الاثنين، محدش عارف يرجع فيه، والشرط بضعف قيمه العقد. تمام؟ تمام. لا هو هيرجع ولا انا هعملها، صح ابو جبل؟ صح. مبروك. حاجة أخيرة بس، أنا عارف اللعبة اللي أنت عايز تلعبها، لعبة الشقق. أنت عايز تزهق المتعاقدين وما تسلمش، فيطلبوا فلوسهم، ترجع الفلوس وتلغي العقود، ترجع تبيع الشقق بأضعاف الثمن، صح؟ عجبتك، صح؟ حلوة طبعا، حلوة. أنا بس نسيت أقول لك، إحنا كنا امبارح بتوزع امبارح؟ امبارح عملنا عقود تكميليه للمتعاقدين، وعملنا شرط جزائي انه في حاله ان احنا لو رجعنا لهم فلوسهم ترجع لهم الضعف. حقهم. حلال عليك. مبروك يا ابو رحاب. نعم، دي حلوه قوي. يا ابو رحاب مالك؟ الله 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 الله، اكتبوا الاسعاف بسرعه. يا ابو رحاب، ابو رحاب امسك نفسك، اسحب بسرعة.